اهلا بحضراتكم من جديد معنا مشاهدينا الكرام، وفقرتنا دلوقتي نتكلم فيها عن انطلاق مهرجان الصيف الدولي بمكتبه الاسكندريه. هنتكلم على يعني حقيقه الفعاليات المختلفه اللي بتقدم من خلال هذا المهرجان، الفعاليات الفنيه والثقافيه. هنتكلم عن اهميه هذا المهرجان وانطلاقه على الاراضي المصريه، وقد ايه ان هو مهم كنافذة ربما لاكتشاف وتقديم المواهب المصرية والعربية والعالمية، وأيضا ليه دور مهم جدا بطبيعة الأحوال في زيادة يعني الارتقاء بالذوق العام بشكل أو بآخر. طبعا تفاصيل كثيرة عن هذا المهرجان وعن أهميته وعن العوائد اللي يعني منتظرة من هذا المهرجان، سواء على المستوى الثقافي أو الفني أو على مستوى يعني متعلق بالترويج السياحة في مصر، وفكرة يعني الانصهار والاندماج ما بين المبدعين المصريين وأيضا نظرائهم من دول العالم المختلفة. مشرفني بالحضور الناقدة الأستاذة الكبيرة الدكتورة ناهد عبد الحميد. صباح الخير دكتورة ناهد. صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيكي معنا، مشرفانا طبعا ومنورانا، وأشكرك على تلبية الدعوة. وفي البداية شايفة إزاي يعني أهمية انطلاق هذا المهرجان؟ الحقيقة هو المهرجان الصيفي لإسكندرية 17، الحقيقة ده مهم جدا، وخاصة أنه بيقام في المدن الساحلية، بيقام في الإسكندرية، وهي الحقيقة من المحافظات الجاذبة لجمهور المواطنين وخاصة في الصيف. وده زي حضرتك ما ذكرتي، ده مهم جدا لتبادل الثقافات، تبادل الفنون بين الدول العربية، والمشاركة كمان السنة دي مشاركة متميزة جدا، وفيها فرق شبابية، والتارجت بتاع الدولة المصرية كله دلوقتي الشباب المصري وخاصة شباب المبدعين. والحقيقة المهرجان ده طبعا بتقيمه مكتبة اسكندرية اللي هو مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة اسكندرية. طب ده شيء جميل جدا، تسمحي لنا دكتورة ناهد نتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا الفاصل المعلوماتي عن انطلاق مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الاسكندرية. دي حقيقة كانت معلومات سريعة عن مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الأسكندرية. دكتورة ناهد، حقيقة حابين نتكلم على التنوع في القوالب الفنية والثقافية اللي بيتم تقديمها من خلال هذا المهرجان، سواء العروض المسرحية المختلفة، الفرق الموسيقية أيضا سواء كانت فرق يعني جماعية أو عزف منفرد. أهمية هذا التنوع من وجهة نظرك إيه؟ الحقيقه التنوع ده مطلوب كمان لتنميه الذوق العام في المجتمع المصري، تنميه روح اللي هو روح التعاون ما بين الفرق الموسيقيه كلها والغنائيه، وطبعا الورش الاعمال المسرحيه والفنيه. وعايز اقول لحضرتك ان اسكندريه السنه دي تتمتع بثلاث مهرجانات وثلاث معارض للكتب. يعني بدأ يوم 26 وهينتهي المهرجان الصيفي الدولي 17 في الإسكندرية، بدأ يوم 26 وهينتهي يوم 31
أغسطس، وعندنا بعد كده من 1 ل 3 أغسطس في ورش أعمال فنية مسرحية. عندنا الحقيقة معرضين للكتب، المعرض اللي بتقيمه الهيئة العامة المصرية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، الحقيقة في معرضين مهمين جدا للكتاب هيتم عرضهم برضو على هامش مهرجانات الإسكندرية. عندنا تاني برضو المعرض الكتاب، وده المعرض الثالث في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وده معرض من المعارض المهمة جدا، معرض الكتب. فإسكندرية الحقيقة السنة دي ممكن نسميها بقى وتعود إلى سابق عهدها ونقول عاصمة الثقافة والفنون. صحيح. وده يعني شيء رائع جدا لما تبقى محافظة ساحلية زي حضرتك ما قلتي في الانترو في البداية، السياحة والسياحة الداخلية كمان أكتر. صحيح. وده مهم إن هو يعني جمهور الساحل كله وجمهور المصطفين إن هم يحضروا المهرجانات دي، بيبقى شيء ممتع ورائع للغاية. هي فعلا هذه المهرجانات وهذا التنوع وهذا الزخم الكبير بيبقى لي أكثر من بعد ثقافي وبعد توعوي وبعد فني وبعد مرتبط زي ما حضرتك قلتي بالسياحة الداخلية وأيضا السياحة الخارجية. لما تكون مصر بتستضيف على أراضيها مهرجان دولي، إذا نحن يعني بصدد يعني الحديث عن جنسيات من مختلف دول العالم هم سفراء لبلدهم. يعني أعتقد إن ده كمان بيلعب دور مهم جدا، كل واحد بيجي من بلد مختلفة لمصر بيبقى سفير، لما بيرجع بلده بيحكي بيتكلم بيقول شاف ايه، تجربته عاملة ازاي. شايفة الجزئية دي ازاي دكتورة نهى؟ ده مهم جدا، وخاصة احنا عندنا الأردن مشاركة يعني بفرقة رائعة جدا وهتقدم مجموعة من الأعمال الفنية الغنائية. يعني الفرقة الأردنية اللي هي موجودة دلوقتي اللي هي عرضت اللي هي صورت وعادت توزيع أغنية دي موسيقى الروك، يعني أول فرقة يعني في منطقة الشرق الأوسط كلها إن هي تعزف موسيقى الروك. وده كمان عادت توزيع أغنية كل ما أقول التوبة يا أبوي لعبد الحليم حافظ. الحقيقة يعني هتجمع ما بين محبي أو عشاق الموسيقى العربية وموسيقى الروك، يعني ده هيبقى شيء رائع جدا لجمهور وسهل الممتنع كمان. صحيح. يعني فكره ان هي حاجه تبدو سهله لكن هي برضو صعبه، يعني محتاجه يعني ناس عندها قدر كبير حقيقه من الابداع والقدره ان هم يمزجوا القديم بالعربي كمان بالغربي. يعني ده شيء طبعا ممتع كمان وجاذب وهيعمل زخم للحضور. والحفله اللي تمت يوم 26 جمعت حوالي اكثر من 3000 مشاهد ومتفرج من جمهور المشاهدين وخاصة الشباب. يعني لو شفت حضرتك طريقة الحجز على الحفلات دي فيه تزاحم شديد، وده شيء الحقيقة يعني ممتع للغاية وشيء يقول لك ان احنا ماشيين، ان الدولة المصرية فعلا ماشية في طريقها، وخاصة الفرق الشبابية كمان جديدة. ان عندنا فرقة وسط البلد ومسار إجباري، دي كمان من الفرق المشاركة في المهرجان، دي فرقة شبابية ودي برضو ماشية. احنا عندنا اكتر من 60% من شباب من سكان مصر الشباب. تخيلي لما يبقى مهرجان زي كده بيرعى يعني شريحة عريضة من المجتمع المصري بالشكل ده، فده شيء رائع حقيقة. بيقدم يعني بيقدم وبيكتشف المواهب المختلفة. ده مهم. حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، وخاصة ان احنا عندنا حاجة اسمها نغمة حرة في المهرجان ده. فيه مسابقة معمولة للجمهور اللي هو لم تسنح له الفرصة، او المبدعين اللي هم يعني ما عندهمش فرصة ان هم للظهور او ان حد يعرفهم، فده بيديهم فرصة كبيرة جدا ورائعة جدا ان هو يعرض عمله الفني وخاصة في مجال الموسيقى والغناء. ده بيديله فرصة انه يظهر، ان عمله يظهر، فبيحس ان الدولة بترعاه، ان يعني حاجة زي كده مهرجان دولي زي ده بيظهر. صحيح. فيه من خلال نغمته الخاصة بيه، ولذلك هم سموه نغمة حرة. خاصة طبعا ان في هذا المحفل الكبير بيبقى فيه عدد من يعني من المثقفين والمبدعين والنقاد، وبالتالي يعني ممكن انه حد هو بيقدم الشيء اللي هو متميز فيه يتم اكتشافه وتوظيفه في اعمال اخرى بعد كده. يعني الموضوع مش بيتوقف بس عند فعاليات المهرجان، اعتقد بيبقى له ابعاد تانية ممكن ان الشباب يستفيدوا في يعني مشروعات لاحقه بعد هذا المهرجان.
زي حضرتك ما قولي دي البدايه بقى يعني دي البدايه للانطلاق. يعني ممكن بعد كده لو طبعا في جوائز وفي شهادات تقدير هياخدوها المتسابقين، وخاصه في بعد التصفيات النهائيه. فده بتكون بدايتهم، ان بنعمل سبوت عليهم في المهرجان ده، بيتم بعد كده زي حضرتك ما قلتي توظيف في اعمال فنيه اخرى، ممكن تبقى اعمال كمان مش محليه لاعمال دوليه خارج الدوله المصريه. ودي فرصه الحقيقه، فرصه كبيره جدا لمبدعين الشباب في مختلف المحافظات. واحنا عندنا الحقيقه يعني لما لفيت محافظات مصر من خلال ملتقى المبدعين الشباب وزاره الشباب والرياضه، شفت ان احنا عندنا مواهب اكثر من رائعه، مواهب في كل الاعمار، في كل يعني محاور الفن، في الشعر العامي، في الفصحى، في الغناء، في القصه القصيره، في الروايه، في الغناء بشكل اللي هو السوليستات، الغناء الفردي، الغناء الجماعي، الانشاد الديني. الحقيقه عندنا مواهب في الفنون الشعبيه، يعني شفت مواهب رائعه جدا، وخاصه في صعيد مصر، اسوان، الاقصر، محافظات الجنوب كلها. الحقيقه فيها مواهب يعني في مثل هذه المهرجانات، والمشاركة فيها دي بتظهرهم قدام العالم كله. هي طبعا مصر رائدة في كل المجالات وفي كل الفنون وفي كل أشكال الثقافة، وزي ما حضرتك قلتي احنا عندنا كوادر من المبدعين ربما لا تعد ولا تحصى، بس محتاجين الأجواء المناسبة ومحتاجين هم ياخدوا فرصتهم بالشكل اللي يليق بيهم. شايفة انه يعني مهم يبقى عندنا أكتر من مهرجان وأكتر من فرصة للتواصل مع الشباب المبدعين، وان هم ياخدوا فرصتهم بشكل او باخر، الموضوع ما توقفش عند فعاليات مهرجان مدته يومين ثلاثه او اسبوع، لازم بقى في تواصل على مدار العام. احنا عندنا مؤسسات الدوله ومن ضمنها طبعا واهمها في المجال الفنون وزاره الثقافه. عندنا ان احنا دورنا او وزاره الثقافه دورها الرئيسي هو ان هي تكون الوسيط ما بين المبدع وما بين المبدع الحقيقي وما بين الجمهور المشاهد، ان هي تظهره على الشاشه والناس كلها تشوف وتعرف ان الموهبه دي، ولو كانت موهبه حقيقيه هتوصل وحد يعني يعني مستواها هيعلو بعد كده، وهنشوف منها اعمال فنيه ونعيد بقى على اسمعنا وعلى اذهاننا اللي هو الزمن الفن الجميل فعلا. لان احنا شايفين دلوقتي ان الفن في الفتره الاخيره كان حصل له تردي وبنسمع، مش عايزه اذكر اسماء فرق معينه او نوعيه من الغنى والمزيكا اللي احنا ما يطلقش عليها فنون ابدا، يعني صحيح دي عملت تلويث سمعي بالنسبه لنا وتلويث وجداني كمان. فكل المهرجانات المقامة في كل أنحاء مصر، وإحنا عندنا الحقيقة مهرجانات على مدار العام. عندنا لسه مهرجان المسرح القومي هيبدأ في وزارة الثقافة من في العشر يعني تقريبا يوم 7 أغسطس، وهيستمر لنهاية الشهر. ده مهرجان مسرح. عندنا مهرجان هو اللي إحنا بنتكلم عنه الصيفي، اللي هو يعني فنون متنوعة جدا، فيها مسرح، فيها غنى، فيها عزف، فيها إنشاد ديني، فيها موسيقى غربية، فيها فرق من مختلف دول العالم. ده كل فرصة سانحة لكل المبدعين الشباب ان هم يعرضوا اعمالهم فيها، ان هم دي فرصه ويتم اكتشافهم من جديد. وحقيقه كمان ليها بعد اجتماعي، فكره ان انت بتحافظي على الشباب من الانحراف في اي مسار اخر او اي مسار خاطئ، لما يطلع الطاقه اللي جواه، الطاقه الابداعيه والطاقه الايجابيه اللي جواه مترجمه بقى في عمل فني في شكل او في قالب ثقافي، هيبقى مشغول بالشيء الصح. يعني عندك يعني كل الحق في الكلام ده، لان احنا في الفتره اللي قبل 2011 كنا كلنا كمؤسسات دوله، سواء مؤسسات دوله او مؤسسات حتى خاصه، كنا كلنا متخلين عن دورنا الوطني تجاه الدوله، دورنا تجاه الشباب. بعد 2011 لما شفنا اللي حصل واستقطاب جماعه معينه لشبابنا، احنا ما كانتش القوه هذه الجماعه، ولكن لان احنا كنا تخلينا عن دورنا، سيبنا دورنا لناس ثانيه تقوم بيه. احنا لما في الفتره الاخيره وخاصه بعد 30 يونيو 2013 و2016 وعام الشباب و2017 اللي هو عام المراه، والاهتمام بكل فئات المجتمع المصري، ده طبعا هيخلي ان فيها يعني هنعود لدورنا الوطني، هتعود الانتماء والولاء صحيح لهذا الوطن، لان الشباب هيلاقي ان دولته وزاراته مهتمه بيه.
ففعلا هيبقى يعني هيحميهم من صحيح. الانحراف او الخروج او التطرف لاي نوع من انواع التطرف. ودايما طبعا تحيا مصر بابنائها وشبابها. انا بشكرك جدا الناقده الكبيره الاستاذه الدكتوره ناهد عبد الحميد، شرفتينا ونورتينا، واشكرك على تلبيه الدعوه. شكرك. وكل شكرك سنه وحضرتك طيبه. طيب شكرا جزيلا. شكرك. اشكرك والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام. وبكده نكون وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من هذا الصباح. تقبلوا تحيات اسره البرنامج والى اللقاء المزيد.